السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل امتحان محفظة المنيا. نبدأ بسم الله. بيج 147 147 finish the following dialogue. أنهي المحادثة التالية between أحمد وسمير. أحمد is talking to سمير who is planting a tree. أحمد يتحدث لسمير الذي يزرع طبعا شجرة. فأحمد قال له hello سمير، أهلا سمير. فقال له سؤال، فقال له I am planting a tree، أنا أزرع شجرة. فيقول له ماذا تفعل؟ What I am تحول إلى are you doing. What are you doing؟ ماذا تفعل الآن؟ فقال له I am planting a tree، أنا أزرع شجرة. بعد كده قال له سأله سؤال، قال له Do you know how to plant a tree؟ طبعا هل تعرف كيف تزرع شجرة؟ فقال له Yes I do، سؤال بدو. فأحمد سأله سؤال فسمير رد عليه قال له My uncle taught me this، علمني هذا. He is an old farmer، هو طبعا مزارع عجوز. فيقول له Who taught you، من علمك to plant، ان انت تزرع ايه طبعا ايه اتري شجرة. هيقول له My uncle taught me this، علمني هذا. He is an old farmer، هو مزارع عجوز. فأحمد سأله سؤال قال له Are trees useful for our environment؟ وقال له لماذا طبعا أو هل الأشجار بتكون مفيدة للبيئة؟ فهيقول له طبعا Yes وthey are، نعم تكون. فأحمد قال له Why are trees useful for us؟ لماذا الأشجار مفيدة لنا؟ ليه الأشجار مفيدة لنا؟ هيقول له Because أقول له طبعا لأن الأشجار بتعمل إيه؟ they يعملوا لنا إيه؟ breathe out، يعني بيخرجوا لنا إيه؟ الأكسجين. نكمل طبعا يقول له because they breathe out oxygen، لأن طبعا إيه بتطلع لنا إيه؟ الأكسجين، بتخرج لنا الأكسجين. ذات الذي، ذات ممكن نكمل قول ذات we breathe، اللي احنا بنتنفسه نتنفسه يعني. بعد كده السؤال نمبر 2 بيقول لي read and complete the text with words from the following list. اقرأ طبعا وكمل النص باستخدام الكلمات في القائمة التالية. بعد كده طبعا بيقول لي عندي هنا on على succeed ينجح، feelings معناها المشاعر، with مع flowers زهور، weather talks. بيقول لي it's true that the presents that we give others are good or are a good things، يعني الأشياء أو صحيح إن الهدايا اللي احنا نعطيها للآخرين ده شيء جيد. يبقى it's true that the presents that we give others are a good things، يبقى الأشياء اللي احنا ايه أو الهدايا اللي احنا بنعطيها للآخرين شيء طبعا كويس أو جيد. They show our love for some dear people، يعني دولت إنها بتظهر حبنا لبعض الناس العزيزين علينا. كمان they show، كمان بتوضح لنا our warm طبعا إيه feelings، يبقى number one feelings، بتوضح لنا طبعا مشاعرهم إيه الدافئة. يبقى هنا warm feelings، يبقى number one feelings. Towards our friends are كمان and relatives، كمان ايه اقول لك اصدقائنا واقاربنا. We usually عادة offer present space birthdays، يعني اصدقائنا واقاربنا عادة بنقدم لهم الايه الهدايا في اعياد الميلاد. يبقى on، يبقى number 2 on طبعا بتاتي قبل ايه birthdays، قبل اعياد الميلاد. on birthdays طبعا ايه في اعياد الميلاد. When some of our friends طبعا عندما يكون بعض أصدقائنا إيه في الامتحان، يبقى succeed ينجح، يبقى number 3 succeed in، ينجح في امتحانه. We also كمان احنا أيضا offer them، بنقدم لهم presents هدايا. When someone لما شخص ما of our friends من أصدقائنا is ill بيكون مريض in a hospital في مستشفى، we visit them احنا بنزوره and كمان offer them وبنقدم لهم الإيه colorful إيه flowers، يعني زهور ملونة، يبقى number 4 flowers زهور. بعد كده القطع عندي. بعد كده طبعا read the following text then answer the question، اقرا طبعا ايه النص التالي واجب عن الاسئله. بيقول لي we don't live in this world alone، نحن لا نعيش في هذا العالم وحدنا. There are a lot of animals that cheer us
our world، يعني كمان من في الكثير من الحيوانات هنا التي تشاركنا عالمنا. بعد كده بيقول لي many animals in the world today are in danger، يعني الكثير من الحيوانات في هذا العالم في خطر. For many، للكثير طبعا، of them، منهم، the biggest danger is humans. كمان بيقول لي طبعا لكثيرين منهم أكبر خطر هو البشر. People always kill animals for their meat or their skin، يعني البشر كمان دائما ما يقتلون الحيوانات من أجل اللحوم أو جلدهم. Others are killed because they eat crops or animals which belong to farmers. كمان الآن أنهم برضو كمان الآخرون يقتلون الحيوانات لأنهم يأكلون المحاصيل والحيوانات التي طبعا إيه ملك للمزارعين، التي تخص المزارعين. certain animals كمان بيقول لي إن بعض الحيوانات بعض such as مثل tigers النمور and elephants والأفيال used to live is a great numbers in countries like India. قول لي إن بعض الحيوانات مثل النمور والفيلة كانت تعيش بأعداد كبيرة في دول مثل الهند. قول لي people have hunted them so much that there aren't many left alive، يعني كمان إن الناس دول طردوا الحيوانات دي كتير حتى لم يتبقى الكثير منهم أحياء على قيد الحياة. however، ومع ذلك there are no laws to stop this، يعني ومع ذلك هناك الآن قوانين لوقف هذا. And the page 148 148 يقول لي in South America، في أمريكا الجنوبية، many different birds and animals have left their natural homes in forests. يقول لي في أمريكا الجنوبية تركت العديد من الطيور والحيوانات المختلفة منازلهم الطبيعية في الغابات بسبب قطع آلاف الأشجار وإيه وحرقها. كمان بيقول لي because people use the land for farming or for building roads and towns، إن الناس كمان بتستخدم الأرض للزراعة والبناء الطرق والمدن. قول لي زوز وحدائق الايه وحدائق الحيوان such as the one in Giza، يعني كمان مثل حدائق الايه الجيزه. and some special parks are only places، وكمان بعض الحدائق الخاصه هي فقط طبعا place only places، اماكن حيث where can now see a few rare animals، حيث طبعا ان انت ترى فيها العدد القليل من الحيوانات النادره. that most of them have became extinct، والبعض منهم طبعا انقرض او معظمها انقرض. zoos are important because they can help some animals to live safely، بعض الحدائق او تعتبر بعض الحدائق الحيوانات مهمه لانها بتساعد على ايه على الحيوانات على العيش بامان safely. there كمان هناك it's possible to watch them، كمان معظمهم وهناك معظمهم او يمكن مراقبتهم والاهتمام بهم care about them and learn more about their life، وكمان معرفة المزيد عن حياتهم. بعد كده بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول بيقول لي the main idea of this passage is that، يعني الفكرة الرئيسية لهذه لهذا المقطع طبعا بيكون بيقول لي عندي هنا animals are useless، يعني الحيوانات عديمة الفائدة، وعندي هنا animals are bad، الحيوانات طبعا سيئة، ولا some animals are in danger، يعني طبعا بعض الحيوانات معرضة للخطر. يبقى دي الإجابة طبعا الصحيحة، بعض الحيوانات معرضة للإيه الانقراض أو الخطر. السؤال نمبر 2 the underline word this means، تعني كلمة إيه الكلمة اللي تحت الخط بتشير إليها، هل هي رعاية الحيوانات caring for animals keeping animals، ولا الاحتفاظ بالحيوانات، ولا killing and hunting animals طبعا، ولا صيد الحيوانات وقتلهم، ولا buying animals ولا شراء الايه الحيوانات طبعا. يبقى انا عندي هنا كلمه ايه killing and hunting animals، يلي قتل اللي هي طبعا مين صيد وقتل الحيوانات. نمبر 3 بيقول لي animals get out of care in space، يعني الحيوانات تحصل على الكثير من الرعايه فين طبعا في زوز في الحدائق الحيوانات. السؤال بعد كده السؤال الاول why do people in south America cut down trees and the forests، ليه بقى الناس في أمريكا الجنوبية بيقطعوا الأشجار والغابات؟ هذه إجابة من القطعة. بيقول لي طبعا because people use the land، لأن الناس بتستخدم الأرض for farming الزراعة or for building للبناء roads الطرق وكمان إيه and towns والمدن. دي إجابة رقم 4.
سؤال نمبر 5. What will happen to animals if we don't care about them؟ واللي ماذا سيحدث للحيوانات إذا لم نهتم بهم؟ There طبعا won't be many left alive، طبعا لن يتبقى الكثير منهم على قيد الحياة. There won't be many left alive، لن يتبقى منهم الكثير على قيد الحياة. لو احنا ما اعتناش بهم طبعا هيموتوا وهينقرضوا. سؤال نمبر 6. In one sentences يعني أو sentence يعني في جملة واحدة. Summarize the last paragraph، طبعا لخص الإيه الفقرة الأخيرة في جملة واحدة. هنقول زوس اللي هي حدائق الحيوان are the best for animal، يعني حدائق الحيوان بتكون الأفضل لي for animal للحيوان. اللي choose بيقول لي space is an instrument used to make distant objects look nearer، يعني أداة تستخدم لجعل الأشياء البعيدة تبدو أقرب، طبعا تلسكوب. Number two, remind me to phone Ali before I go out. Remind means تاني طبعا to help you. ودي طبعا كلمة remind هنا معناها ذكرني، يعني ذكرني ذكرني إن علي اتصل بي قبل طبعا إيه قبل أن أخرج. كلمة تذكير remind معناها تذكير أو يذكر، يعني بتساوي كلمة طبعا remember يعني يتذكر برضو. يبقى ذكرني إن طبعا ذكرني to phone Ali، أنا أتصل بعلي قبل أن أخرج. remind يتذكر دي معناها طبعا to help you to remember، إن أنت طبعا تتذكر إيه، تساعدني إن أنا أتذكر. يعني كلمة remember معناها يتذكر. refuse يرفض، ask يسأل، و say يقول. number 3 بيقول لي the opposite عكس كلمة warm دافئ، يبقى عكسها كلمة cool بارد. soft ناعم، hot حار، rare طبعا معناه نادر. بعد كده عندي page 149 49 قول لي we form، احنا بنشكل او بنكون the noun الاسم من كلمة pollute اللي هي كلمة تلوث دي by adding بنضيف ال suffix اللي هي ion، تبقى هنا pollution معناها ايه ملوث. number 5 space is a cup made from a tall strong grass. قول لي طبعا space a cup made انه ده بيقول لك عشب يعني او كوب مصنوع من عشب طويل وقوي، يبقى ده اسمه ايه طبعا حاجة اسمها فنجان الخيزران اللي هو بامبو ايه كاب. بعد كده السؤال نمبر 6 هنا عندي sponge can absorb water، the water absorb اللي يمتص the stream، لها نفس طبعا كلمة عندي هنا ايه take in برضو معناها ايه يمتص او يدخل فيه. يعني يبقى انا عندي تاني الكلمه دي تاني اللي يمكن للاسفنج، هنا اسفنج السبونج عذرا كان ابزورب اللي هو يمكن للاسفنج امتصاص ابزورب الميه. ذا وورد كلمه ابزورب يمتص از ذا سيم از سبيس طبعا تيك ان معناها هنا طبعا مثل ايه كلمه تيك ان معناها يعني معناها طبعا ايه يدخل فيه. التصحيح وي طبعا بيقول لي وي سبيس جو اوت فور ا ووك افتر we had finished our homework. بقول لي طبعا نخرج خرجنا للتمشي بعد طبعا ما انتهينا من واجبنا. عندها هنا after بعد منها ماضي تام قبل منها ماضي بسيط، الماضي البسيط من go went. سؤال نمبر 2 مريم told me that she was studying. اصل الجمله دي كانت مضارع مستمر هنحولها الى ماضي مستمر، وعندي كلمه now تحول الى then، يبقى هنا now then. يبقى مريم اخبرتني انها طبعا كانت تدرس ايه او كانت تذاكر حينئذ. number 3 the room space by the servant yesterday. عندي هنا الغرفة ايه، انا عندي ده مبني المجهول في الماضي البسيط، عندي yesterday was aware وتصريف التالت، يبقى was cleaned نظفت by واسطة الخادم او الخادمة yesterday امس. number 4 حنان always avoids avoids من الافعال اللي بيجي بعد منها الفيرب بلس ing، حنان دائما تتجنب الايه ان هي تهدر الوقت اهدار الوقت، يبقى حنان دائما تتجنب تضييع الوقت ايه تضييع وقتها، يبقى هنا ايه تبقى wasting طبعا احذف الاي عند اضافه الاي ان جي. نمبر 5 if نادين ريد، طبعا دي الحاله الثانيه لان عندي هنا لو مضارع بسيط يبقى ريد دي هتبقى ريدس. if نادين ريد طبعا لو نادين قرات القصه او لو قرات القصه فهي طبعا ايه هتستمتع بيها، يبقى شيء طبعا عايز وود والمصدر الحاله الثانيه، هنا ماضي بسيط الناحيه الثانيه وود والمصدر، يبقى وود انجوي ات يبقى هي سوف طبعا ايه تستمتع به. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.